قدمت 4 من أحزاب المعارضة المصرية وثيقة مطالب قالت إنها ضرورية لضمان نزاهة الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها بعد 3 أشهر. تشمل المطالب تعديلات على قانون الانتخابات المصري، من بينها وجود لجنة قضائية للإشراف على العملية الانتخابية. وتنضوي الأحزاب الأربعة التي قدمت هذه الوثيقة تحت مظلة ائتلاف رباعي استبدت منه حركة الإخوان المسلمين والجمعية الوطنية للتغيير. حشد ضخم لمقاييس أحزاب المعارضة المصرية. حزب الوفد الذي اختار رئيسا جديدا قبل أشهر عاد بنشاط إلى الساحة السياسية، وهذا المؤتمر من ثمار ذلك النشاط. الهدف من المؤتمر المطالبة بضمانات لنزاهة انتخابات مجلس الشعب المقرر إجراؤها بعد 3 أشهر. ضمانة تتعلق باللجنة العليا للانتخابات، كيفية تشكيلها واختصاصاتها ومدتها، ومجموعة من التعديلات التشريعية تتعلق بطريقة إعداد جداول الانتخاب استنادا إلى قاعدة بيانات الرقم القومي. وثيقة الضمانات تم إعدادها من قبل ما يعرف بالائتلاف الرباعي، والذي يضم أحزاب الوفد والتجمع والناصري والجبهة الديمقراطية. فماذا ستفعل هذه الأحزاب لو تم رفض مطالبها؟ هنا تظهر الاختلافات بينهم، فبينما يطالب بعضهم بمقاضاة الانتخابات يفضل آخرون إبقاء الباب مفتوحا أمام المشاركة. إذا لم تتوفر الضمانات اللازمة لأن يخوض الوفد انتخابات حقيقية من خلال صندوق انتخابات حقيقي، سأدعو الجمعية العمومية للوفد يوم 17/9 القادم لاتخاذ قرارها بشأن خوض الانتخابات أو مقاطعتها. الخلاف الثاني بين أعضاء الائتلاف الرباعي يتعلق بتوسيع عضويته، فبينما تطالب الجبهة الديمقراطية بإدخال القوى السياسية الأخرى كالإخوان المسلمين والجمعية الوطنية للتغيير في الائتلاف، ترفض الأمر الأحزاب الرسمية الأخرى. هذه ليست المرة الأولى التي تحاول فيها أحزاب المعارضة التنسيق فيما بينها قبيل الانتخابات. المرات السابقة فشلت باعتراف أحزاب المعارضة أنفسها، فلتكون حظوظ هذه المرة أفضل من سابقاتها؟ الأسابيع المقبلة كفيلة بالإجابة. خالد عز العرب، BBC، القاهرة.